بالتزامن مع تحريك كافة جبهات الشرعية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستعادة الشرعية وتحرير باقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، تتواصل المعارك وتشتد اليوم الاثنين في الحديدة بين القوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة والمسلحين الحوثيين من جهة أخرى في محيط جامعة الحديدة جنوب غرب مدينة الحديدة غربي البلاد وجوار مدينة الصالح وصولا لشارع 90 شمالي المدينة. تواصل القوات الحكومية تقدمها عبر الطريق الترابي محاولة الوصول إلى طريق الشام المنفذ الشمالي للمدينة لتحاصر المدينة بالكامل ويضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية حسب المعلومات الواردة من هناك. هو انتصار كبير في الساحل الغربي، والذي نقول عبر قناتكم الموقرة خلال الأيام القادمة سيتم تحرير مدينة الحديدة بالكامل وميناها الاستراتيجي من قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية. اليوم الجيش الوطني تقدم في واستكمل منطقة كيلو 16 وتم التقدم نحو مطاحن البحر الأحمر ومدينة الصالح ومدينة 7 يوليو، ونحن في دوار يمن موبائل أو دوار المطار وكذلك على خط 50، وما زال قواتنا تشكل اختراقا في هذه المدينة بعد أن استطعنا أن ننفذ عمليات المباغتة والمفاجأة من قبل ألوية العمالقة الأبطال لتحرير محافظة الحديدة. غارات مكثفة شنتها المقاتلات الحربية التابعة للتحالف على الحوثيين في محيط شارع 50 وأطراف حي 7 يوليو شرقي المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. من جهة أخرى أغلق مسلحو الحوثي طريق الشام، وحسب السكان هناك أجبر الحوثيون عددا من المسافرين على العودة إلى المدينة وعدم المرور باتجاه الطريق السريع ومنعوهم من النزوح. تحتدم المعارك منذ أسبوعين بين الطرفين، وتواصل القوات الحكومية تقدمها فيما تتراجع الميليشيا الحوثية وتترك المناطق منطقة بعد أخرى. تقدمت القوات الحكومية من الجنوب باتجاه شرق المدينة ثم اتجهت إلى الشمال لمحادثة الأحياء السكنية في طريقها لفرض حصار على الحوثيين داخل المدينة. الميليشيا الحوثية تتكبد يوميا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد نتيجة لقصف مقاتلات التحالف وتقدم القوات الحكومية على الأرض، وتخسر مناطق استراتيجية فيما يستمر نزوح السكان من مناطق التماس إلى وسط أو خارج المدينة.